بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم الرائع مفاتيح تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. نحن اليوم في المفتاح الرابع، وهو بعنوان عدم الاستعجال في قراءة القرآن. قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أيها الأحبة، الذي يقرأ القرآن بسرعة عجيبة لا يفهم القرآن الكريم ولا يتأمل ولا يتدبر. السرعة تحرم الإنسان من الوقوف على المعاني الجميلة والأمور العظيمة التي أمر الله عز وجل أن نقف عندها ونتأملها ونتفكر فيها ونتدبر فيها. ظاهر القرآن والسنة النبوية الشريفة وأئمة المسلمين يدل على فهم القرآن وعدم الاستعجال في قراءة القرآن والوقوف على عجائب القرآن. لما؟ لكي نفهم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا، لكي نعمل بهذا القرآن الكريم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قراءة مرتلة بدون استعجال. سئلت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كانت قراءته مفسرة. مفسرة يعني لو أن السامع يستمع يفهمها كأنه يشرحها شرحا. وقد سئل أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كانت قراءته مدا، يعني قراءة متأنية. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم يحرصون على ذلك. أتى رجل إلى ابن عباس فقال: يا ابن عم رسول الله، إنني أقرأ القرآن في ثلاث. قال ابن عباس: لأن أقرأ البقرة وأرتلها وأجودها وأتدبرها أحب إلي من ذلك. ويأتي أحدهم إلى زيد بن ثابت كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: ما رأيك أن أختم القرآن في سبع؟ قال: لأن أختمه في شهر أو في نصف شهر أحب إلي من ذلك. وسني لما؟ قال: لما؟ قال: لكي أتدبره وأتفهمه وأعرف ماذا أراد الله مني فيه. ويقول أبو العالية رحمه الله: سافرت مع عبد الله بن عباس فكان يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن قراءة متأنية مرتلة مجودة، يقرأها بهدوء وتأني. ويقول أحدهم: سافرت مع الفضيل بن عياض واستمعت إلى قراءته فكانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة، كان يقرأ ويبكي رضي الله عنه وأرضاه. فيا أيها الأحبة، لا بد علينا أن نقرأ القرآن بدون استعجال، نستحضر هذه الأجور العظيمة والحسنات الكثيرة، فلا نستعجل في قراءتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولنستشعر أنها أفضل اللحظات وأجمل الدقائق وأفضل الأوقات التي نقضيها مع كلام الله رب الأرض والبريات. اللهم اشرح صدورنا لكتابك وارزقنا فيه الفهم والعمل الصالح، إنك على كل شيء قدير. وألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.